شاب تقي تعلق قلبه بابنه عمه الملتزمه فطلب من والديه التقدم لخطبتها وتمت الخطوبه وقبل عقد القران بيومين فوجئ الشاب بابنه عمه تاتي اليه باكيه وتقول له بالامس فوجئت بشاب يطلعني على ورقه زواج عرفي بيننا وعليها توقيعي وهددني بابلاغ الشرطه ان تم عقد القران بيننا بتهمه الجمع بين زوجين وانا لا اعرفه ولا اعلم كيف حصل على توقيعي وقد أعطاني عنوانه وطلب مبلغا كبيرا مقابل إعطاء الورقة وتطليقي لم يرد الشاب على قصة ابن عمه فقط أخذ منها العنوان ثم ذهب للشاب وأعطاه المبلغ المطلوب فأعطاه الشاب الورقة وأخبره أن خطيبته طالق عاد ابن العم وأعطى لخطيبته الورقة وذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ثم قال لها في الغد سنقوم بعقد القران والزفاف من اجل عائلتنا فقط وستعيشين معي سته اشهر كاخوه ومن بعدها سنخترق مشكله ثم اقوم بتطليقك ويظل ما بيننا سرا بكت ابنه العم واقسمت انها ما رات هذا الشاب من قبل ولكنه اصر على قراره وتم الزواج وكان الزوج بين الحين والاخر ياخذ زوجته للمتنزهات والاقارب حتى لا يكون مقصرا معها وكانت الزوجه في الثلث الاخير من الليل تصلي وتدعو الله ان يظهر براءتها حتى جاء وقت الطلاق وفوجئت الزوجه بزوجها يقول لها مرت سته اشهر ما رايتك فيها الا وتصلي فروضك بوقتها مهتمه ببيتك وبي وبنفسك وتاكدت من براءتك في قصه عقد الزواج العرفي فقد علمت ان الشاب الذي اخذت منه الورقه هو شقيق زميله لك بالجامعه وقد اخذت شقيقته توقيعك وتوقيع كل زملائك بعد كتابه كلمه لها على اوتوغراف لها بمناسبه انتهاء الدراسه الجامعيه ثم اعطت شقيقها هذه التوقيعات فقام بتزوير توقيعك وتوقيعات زميلاتك على اوراق تثبت زواجه منكن ومنذ ايام تم القبض عليه وعلى اخته فرحت الزوجه بكلام زوجها وسجدت لله شكرا على استجابته لدعائها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام